عالمي وحدث تاريخي، الكل يترقبه والكل ينتظر هذا اللقاء التاريخي الذي يجمع الزمالك المصري مع الهلال السعودي. وينتظر الآن الجماهير طبعا حديث المستشار مرتضى منصور، موجود معنا على الهاتف في هذه المداخلة التليفونية عبر برنامج زملكاوي. سيادة المستشار صباح الخير. صباح الخير استاذ احمد، صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ منتصر. صباح الخير استاذ منتصر. صباح الخير يا استاذ منتصر. جمهور الزمالك والاهلي يعني، لان الاهلاويه اللي بيتفرجوا على الزمالكيه بالظبط على قناتهم يعني، قناه محترمه. انا بس عايز اوضح موضوع زيزو، احنا اتكلمنا فيه كتير لكن الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه ان الشرط الجزائي كان 2.5 مليون دولار. نعم. السنه الاولى الموسم الاول اللي بينتهي 31/8. اللي بينتهي 31/8 يعني. السنة الثانية بتبدا 1/9 25 مليون جنيه. ثاني الناس فاهمة القعدة بتاع زيزو غلط. قعدة زيزو بيقول انه لو هو مشي السنة الأولى الموسم الأول اللي بيبدا وبينتهي في 31/8 اللي فات شرط جزائي 2.5 مليون دولار. من 1/9 25 مليون، وتحيا اللجنه اللي خربت النادي. يعني بقول الناس كانت فاهمه غلط. ان زيزو كان ممكن يدفع 50 مليون اللي هو 2 مليون ونص دولار ويمشي. لا، كان ممكن يدفع 25 مليون ويمشي. ده الشرط الجزائي في الموسم الثاني. يا جمهور الزمالك عظيم، يعني لسه بيقول بيب بيب ومش بيب بيب، هو ده العقد بتاع زيزو. الموسم الاولاني 2.5 مليون دولار، الموسم الاولاني خلص امتى؟ 31/8 اللي هو اخر ماتش انتوا لعبتوه. الماتش اللي احنا لعبناه اخر ماتش كان اعتقد الشرقيه للدخان. اعتقد 30/8 كمان. لا الموسم ينتهي 31/8 خلاص. الماتش 30/8 في الموسم ينتهي اخر يوم في شهر 8. نعم. الماتش 29 يوم 31 زيزو يدفع ال 50 مليون ويمشي. 1/9 يدفع 25 مليون. ده العقد يا باشا. مصيبة. مواد عاملينه. ده رقم واحد، رقم اثنين العرض اللي كان جاي من ريال القصر، لا كان في عرض ثاني من نادي فرنسي لنادي الزمالك ياخد 150 مليون جنيه. خلي بالك. نانت الفرنسي. العرض بتاع ريال القصر مع احترامنا طبعا لنادي الريال، لو كنا قلنا لا عايزين ناخد لانه بدأوا ب 60 70 80 100 مليون، تمام؟ قلنا لو احنا عايزين 150 مليون كنا خدنا 150 مليون. ده الموضوع الاولاني عشان الناس تبقى فاهماه. الشرط الجزائي الموسم الثاني كان 25 مليون اللي هو كان طالبهم مين؟ اتعرضوا على طارق حامد ورفضهم. مظبوط كده؟ لما عرضنا عليه وقال لك سيبني اصلي صلاه الاستقرار 25 مليون. كان زيزو يدفعهم، هي بقى هنا قيمه اللي عمله زيزو. ثاني والد زيزو. اخترنا الصفحه دي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين انا بشي برضه جمهور الزمالك المحترم. قصه العزاء بتاع اخت شقيقه الاستاذ محمود الخطيب يقفلوا القصه. احنا كنا عاملين، احنا عملنا عزاء على القناه وعلى الصفحات، وكان في وفد محترم رايح يؤدي العزاء يعني، ده واجب تمام؟ تقريبا المجلس كله كان رايح وفيهم مستشار احمد كلام. لما الهانم المحترمه زوجة الكابتن محمود قالت احنا ما بنستقبلش الا الاتقياء الانقياء وعزاكم مرفوض، انا حتى ما ردتش وما نطقتش. ليه؟ لان انا لو رديت بتحصل ازمه كبيره. خلاص هي الست قالت وجهه نظرها واحنا بنشكرها، واحنا من وجهه نظرها لا انقياء ولا اتقياء، فما رحناش. بقول جمهور الزمالك من فضلك اقفل الصفحه ولا تتعرض لهذه السيده المحترمه باي كلمه. خلاص قصة احنا قفلناها وانتهى. انا عايز اعزي حضرتك، حضرتك رافض تمام، انا ما جيتش. والتعزيه اللي نزلت على القناه احنا شلناها، وحضرتك ما تزعليش والمقدم محمود ما يزعلش، وكل واحد دلوقتي ايه خلاص. انا بقى انا كنت معتقد ده واجب، حضرتك رافض الواجب خلاص. بس بقول للزملكاويه المحترمين، البلد مش ناقصه تلاسن بين اهلاويه وزملكاويه، مش ناقصه. نيجي بعد كده بقى، انا بطمن جماهير الزمالك. تاني سيبونا نشتغل. اقوى صفقات جت في تاريخ الزمالك. الاهلي بقى يقول لك ايه فين مش عارف. على فكره الاستاذ خالد فوزي اللي طلع وقال له ده من زملكاوي، لا ده راجل زملكاوي ودكتور محترم، والراجل خلاص اعتذر وانا اتفهمت وجهه نظره
وبرضه قفلنا الصفحه كده. عشان بقول لك لا يعني احتمال يكونش الزملكاوي واحد من لا ومش من ده هو الزملكاوي من الزملكاويه الحمى. تمام؟ انا برضه حبيت ايه اوضح. طبعا دلوقتي هبقى اشهر دكتور في الدنيا في مصر كلها. تمام؟ من بكره ان شاء الله استاذ بشير رئيس قناه يعني رئيس التنفيذي رئيس قناه الزمالك هو احمد. الرئيس التنفيذي هو استاذ بشير والمشرف العام استاذ ايهاب جلال. طبعا كلنا عارفين تاريخ الاثنين. والتعليمات ستصدر منهم شخصيا هم اللي يرتبوا كل الحلقات والبرامج. النهارده الاستاذ سيف عاد ان شاء الله كده محظوظ يعني الى مصر الحمد لله كان مسافر بره. وعلى الهوا هو اللي منتظر الاستاذ سيف احنا لينا 16 مليون جنيه مكافاه الدوري و7 مليون جنيه مكافاه الكاس 23 مليون جنيه عايزينها. والاخوه بتوع فاركو انتوا بعتوا لنا صوره الشيك فين اصل الشيك؟ ابو 23 مليون برضه ابعتوا. تمام؟ اطمن جمالي الزمالك. صفقات منتهى الاحترام اللي الراجل عايزها. الراجل عايزها. كلها منتخب. تقريبا كلها منتخب. فمش عايز النبي ايه اللي طالعه ولا واي حاجه مرتضي يعملها. الشمس طالعه الصبح لا ده مش الشمس. ما لا 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 ده مش الشمس ده القمر. طب القمر لا 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 ده احنا اي كلام. انا عايز بس اقول لكم حاجه. والله العظيم انا مش شايفكم. انا ما شايفكم. انا شايف بس جمهور الزمالك العظيم المحترم اللي انا بجيبه كل يوم عشان يطلع يعني نساله ويبقى منور كده على الشاشه. مش لازم يكون عنده قناه. بقول الواد قليل الادب اللي بيقل ادبه من دبي لم نفسك بدل ما اجيبك. انت قاعد هناك في حمايه ربنا وحمايه لم نفسك بدل ما اجيبك. انا لن اسمح انك تقعد تشتم في مخلوق ربنا. وكل الناس الولد اللي في ايطاليا والولد اللي هنا والولد اللي هنا عشان مرتضى الولد السكرتير الامن السكرتير هنهرج ده عمال يشتمنا لا تعترض الناس فيها. انا اصلا مش عايز اقول لك انا معادك هناك عشان ولادك. فبطل قله ادب مش هقول لك اكتر. نيجي بقى يوم 21 ان شاء الله اكتوبر خدنا الموافقه باذن الله من السيد الوزير والسيد الشباب والرياضه الجديده الشيخ محترم عبد الرحمن بشلش والاداره القانونيه سياده المستشار محمد ايام مستشار الوزير والنائب رئيس مجلس الاداره مستشار سياده الوزير والاستاذ محمد سعيد مازن مدير الشؤون القانونيه الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه 21/10. هم كانوا اعلنوا عن الجمعيه العموميه غير العاديه قبل ميعادها لان المفروض خلال 30 يوم احنا دلوقتي عاملينها 60 يوم فهي هتبقى برضه 21/10. دي هتعرض فيها لائحه النادي كان اللائحه الاستشهاديه اللي حطنا كلنا تحت درس الاخ هشام خطر. احنا طبعا عندنا هدنه معاه الحمد لله وحاله واحنا في حالنا. تمام؟ وهيتقابل فيه الميزانيه بتاعت النادي اللي فيها الوفر الكبير ده جدا. وفي نفس الوقت بقول للناس تيجي لان احنا حاطين في اللائحه حضرتك ان ضم الزوجه والزوج الابنه والابنه الاخ او الاخت الام والاب لان اللجنه عندها 30,000 هينزل 4,000 5,000 بالكثير بس تيجوا توافقوا. تيجوا توافقوا. الاشتراك في الفرق الولاد ولادنا الصغيرين في السباحه والكاراتيه والجودو هننزل تقريبا النص النادي فيه فلوس. يعني الاشتراك مثلا بدل ما هو 500 يبقى 250. 250 فيما بقى النص يبقى مثلا 175 وهكذا. تمام؟ فالجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه مهمه جدا تيجي تشرفنا بتمضي بتحط هتاخد ورقه اللائحه ورقه للجمعيه العموميه الميدانيه حضرتك توافق هنا بترفض هنا انت حر. تمام؟ مش عايزنا كلنا انت حر. تطرح الثقه في مرتضى منصور انت حر. تمام؟ انا ما عنديش اي مشكله. احنا بنقول احنا شغالين خادمين عند الجمهور وعند اعضاء الجمعيه العموميه طول ما انت بتحترم النادي وقرارات النادي ولوائح النادي. والمبادره اللي انا عملتها قلت كل المشطوبين موافقين غلطوا جامد غلطوا قالوا ادبهم بلطجوا وجوا يوم الانتخابات بلطجوا قله ادب وسفاله. خلاص هنفتح صفحه جامعه كل ما حدش يقوم جه. ليه؟ مشكلتهم مش مع مرتضى مشكلتهم مع النادي. هم مش عايزين استقرار النادي. فانا بقول لهم من دلوقتي بقى مش هتشم بوابه النادي خلاص المولى خدمه. واقعد انت بقى اعمل الهيصه اللي انت عاملها دي والقرف اللي انت عامله. نرجع بقى احنا عرفنا جمعيه 121 بجمعيه 100 عاديه وغيرها عايز الناس كلها تيجي عايز 60 70,000 يجي لان حضرتك لما طبعا انا مستغني 30,000 عشان تضم ولد او بنت او اخ او اخت. ولد اشتراك الاب والام يا جماعه كام انا عامله 350. اللجنه اللي خربت النادي اهو يا بارد بقول لك انت حسين السيد وحسين السمري والواد اللي فرض نفسه ومالوش طبيعه اصلا عندي اللي اسمه بقه دون عبد الله بقه اسمه ابراهيم بقه مش عارف اسمه ايه. تمام؟ خلوها من 350 ل 1000 جنيه. يعني انا بجيب والدتي
جوه النادي. اسيبها في البيت ماشي في السن ده، وده انا ومراتي وعيالي موجودين في النادي، فاحنا انا كنت سامح نضم الاب والام والست الاخت المطلقه والاخت الارمله عشان بنلم شمل الاسره